وايضا التطيب. لا شوف، من الطيب من الافضل ما يديروش الانسان الا اذا كان مثلا عنده ريحه، ملي كيكون قدام الناس كتعطي بحال مثلا كيكون الانسان الافط ديالو واخا كيغسل كتكون عنده سميتو كيدير ديك الريحه باش كيحيد ديك سميتو، ما كاين اشكال. نفس الامر بالنسبه للمراه، اذا كانت يعني هذا الريحه عندها شي خصها، ولكن التطيب لاجل باش تعطي الريحه باش الناس ينتبهوا لا. السواك والمعجون ما كيضروش نهائيا، لا حرج خصوصا بعد الماكله، وخصوصا يعني بعد الماكله بعد السحور، وحتى ملي نوض الصباح كيكون ناعس كينوض باقي في موسمته كيغسل، ما في حتى شي حاجه. حاجه وحده يرديها البال، ما تدوز حتى شي حاجه للحلق، يرد البال مزيان. حيت شفنا في الفيسبوك هنا كاين الناس دون علم تيبقى يفتيو تيقول لا انسان يدير الريحه، علاش تخرج ريحه خانزه، علاش هذه هي النظافه مزيانه، ولكن خاص باموش عندها قاعده. حنا تنقولوا الا كانت الريحه ديالي اللي كانت هو فيه، هو حاس براسو بانه الريحه ديالو بحال كاين الناس مساكن هكذا كتكون عندهم ريحه الصنان ولا شي بحال هكذا، هذا مزيان. لماذا؟ لانه باش ما ياذيش الناس، هذا تيدير هذا الشيء ماشي باش باش ما ياذيش، ما فيها هي ليست مفتره في حد ذاتها. وكذلك بالنسبه للمراه اللي كانت في الظهر ديالها ولا مع العيال هذوك الشيء كدير داك الشيء باش يمكن داك، ولكن يعني في الشارع وداك الشيء لا. بالنسبه للي كيتعمد انه يدير الطيب في الشارع في رمضان، لا من الافضل ما يديروش شيء. من الافضل هو شوف، هو ما كيفطرش باش نقولوا، لان شنو اللي كيفطر باش نتفاهموا، اللي كيفطر هو اللي كيدوز في الحلق، الاكل والشرب وش يقولوا له والمعاشره الزوجيه وما يتبع ذلك، يعني ما يقوم مقام ذلك بحال الاستمناء بحال الشيء اذا كان انعمت، هذا هو. اما غير ذلك فهو يعني من الاداب اللي خص الانسان الحياه. شوف الريحه ديال الصائم عند الله اطيب من ريح المسك، لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. الريحه اللي كتخرج لان المعده خاويه وكتطلع كتكون واحد الريحه شويه، هذيك الريحه عند الله اطيب من ريح المسك، لان الصائم يتقرب الى الله بصومه. فما ديرش واحد الحاجه اللي تشرح الصوم ديالك، هذا هو فقط. اما السواك باش من السنان لان بقات شي من الماكله او شي حاجه بحال هكذا، ماشي اشكال. فهمتي؟ الا كانت ديك الريحه قويه ديال الفم مع الناس يمكن تادي، يمكن الانسان يدير داك سميتو داك المعجون بالريحه باش كيحيد داك سميتو، ماشي اشكال. هو ما كيديرش داك الشيء باش يطيب، لا كيدير داك الشيء باش داك الرائحه اللي هو كيعرفها ملي كيدوي مع الناس ليس ماشي داك الخلوف العادي كيولي بحال شي حاجه كتأذي الناس.